وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع بعضه فوق بعض، فحرفها وبدد بين أصابعه، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها إلى الآخر، حتى يلقيها إلى الساحر فيكذب معها 100 كذبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولاً من الفوائد أنه فيه إثبات علو الله عز وجل، لأنه قال الله عز وجل: قالت الملائكة إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ربنا قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. والعلي هو العالي فكل شيء، فالله هو مستوى على عرشه، كما قال الله عز وجل من سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال الله عز وجل من سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه كلها أدلة تدل على أن الله فوق السماوات السبع. لكن الليلة بيجون ناس من مشايخ الطرق الصوفية، منهم محمد المنتصر اللزارك، جابوا لك في الإذاعة من صباح الرحمن، تقول عينك من النوم يجيك محمد المنتصر اللزارك، قال: لا طيب ربنا قال إذا السماء انشقت، لو السماء انشقت قال ربنا يتلب ولا شنو؟ قال كده. وقبالة قال: لو السماء انشقت الله يمش وين؟ قال: ولم يعلم أن الله فوق السماوات السبع ولا يعجزه شيء، كما قال الله عز وجل: ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده معناه شنو؟ لا يثقله حفظهما، وهو العلي العظيم. فهذا المدعو الإزارق، ومن نحى نحوه من مشايخ الطرق الصوفية. تقال الإزارق ده جاب العقيدة دي من وين؟ تقال جايبة فكر كده ونجر. النجر دي فاتوا بها واحد اسمه السقاف. السقاف ينفي وجود وينفي علو الله عز وجل. السقاف جابه في التلفزيون، قال أهل السنة الوهابية، قال يقول لك الله عنده لهات وعنده أسنان وعنده شنو وعنده يفتري افتراء عظيم. فلحقه هذا الإزارق. الإزارق بيجوا في وسائل الإعلام، تفتح الإذاعة تلقاه شغال، تفتح التلفزيون تلقاه شغال، أي فجة تلقاه شغال، حي ركزاته. فعلو الله ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة. ومن السنة حديث الجارية، إذ سألها النبي صلى الله عليه وسلم، وده الحديث ده دار يشكك فيه محمد المنتصر الإزارق، يشكك في هذا الحديث، حديث الجارية الذي هو في صحيح مسلم، دار ضعيف لحديث في صحيح مسلم، شوف آخر الزمن. وهذا صححه ابن حجر، وصححه البغوي، وصححه غيره من أئمة الإسلام، وجاي يضعف الليلة محمد المنتصر الإزارق، إزارق المجرم الذي يؤتى به الآن في الإعلام. وكما قال الشاعر: إعلامنا يسعى إلى تضليلنا، إعلامنا إن دام هذا حاله فاحكم عليه الآن بالإعدام. إعلام فاشل، يجيب لك في قناة درمان ويجيب لك في الخضرة. واحد كلمني قال الليلة، واحد كلمنا الليلة قال جابوه في قناة الخضراء، قال صلاة الفاتح
صلاة الفاتح، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، ناصر الحق بالحق، أنا هذه إلى صراطك المستقيم. قال لي، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاب لي الروايات ضعيفة غيره. فهذا هو حال الإعلام اليوم، ما يجيب إلا المتصوفة وما والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كلهم يجيبون. واحد أخو مسلم عنده دقينة لا ترى إلا بالمايكروسكوب، واحد تاني علماني يجيبوا لك انجر في الدين، واحد صوفي مين الخنجر ومين سكين وغيره، يجيبوا في التلفزيون يلخبط عقائد المسلمين وينشر الكفر بالله. فهذه من فوائد هذا الحديث. الفائدة الثانية وهي ترد على سؤال مهم جدا، كيف يعلم الساحر الغيب مع الله عز وجل؟ يقول لك ديل يا مولانا أن إحنا بنمشي لهم بيكون الكلام صح، الكلام ده كيف؟ الكلام ده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. فقيل له يا رسول الله إنهم يحدثون بالكلمة تكون صدقا، فقال تلك الكلمة يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج. هذه كلمة واحدة كما في الحديث. فقال فيسمعها مسترق السمع، الجن بيطلعوا فوق بعض إلى السماء حتى يختطفوا الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها إلى من تحته، حتى يلقيها إلى فم هذا الساحر أو الكاهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ولربما ألقاها قبل أن يدركها قبل أن يدركه. فهذا الجني بديها لهذا الولي كلمة واحدة بزيد لك فيها 100 كلمة. يعني مثلا انت الليلة حطوك بعربية، الساحر يزيد لك فيها 100 كلمة، انت حطوك عربية مرسيدس وحتطقش بلوري، ويزيد لك كلام من عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق، قال فيصدق بتلك الكلمة بتلك الكذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة. قل لك يا أخي الزول ده ولي كبير وساحر، شفت الموجودين اليوم ده كلهم. قل لك ده شيخ كبير في الطريقة التجارية، وشيخ كبير في الطريقة المكاشفية، وشيخ كبير في الطريقة الركينية، هم في الشريعة الإسلامية اسمه ساحر وكاهن. ده ساحر وكاهن لأنه يقول لك أنا بعرف الغيب، كما قال الدرعي الهاني أراح الله منه البلاد والعباد، قال قومات نزاور للأولياء الأقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال ومنهم مجاهر ومنهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ما بزول يعلم الغيب أبدا. قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعر والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما بزول بعلم الغيب، أوعك غشك شيخ طريقة صوفية مكاشية وكزنزانية وغيرهم ما يغشوك، ما بزول يعلم الغيب. وفي طريقة تانية بيعلموا بها يزول عنده قرين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من أحد إلا وله قرين موكل به صلى الله عليه وسلم. هذا القرين بحدثك بهذا الكلام الذي عندك، لأنه عالم بيعلم عنك حياة كثيرة، بيعلم اسمك وغيره. إنت لما تكون ماشي لهذا الساحر أو الكاهن بيمشي طوال إلى الساحر، امشي للساحر وقول له ده اسمه فلان وفلان وكذا وساكن في كذا. انت لما تقول للساحر ده يقول لك مرحب بك يا محمد، انت يا سهل انت عرفت اسمي من وين؟
ده بيوريه الساحر، بيوريه الجن الشغال معه. دل ما شغالين ما يبيسوا لي، تقايل بيشتغل ويشنو بيشتغل والجن. الجن بيمر بأوامر، يقول له لازم تجعل المصحف في الحمام، ولازم فإذا كفرت بالله عز وجل بعد الجن شنو بيخدمك، الجن بيخدمك. وهذا حال طريق من كثير من الطرق الصوفية، يأخذون حق الله عز وجل باسم الولاية، باسم الولاية. واحد الختم هناك في الحسنة بجلابية، واحد من أخواننا عمل معه لقاء وقال قال من كرامات أبويا الشيخ، قال من كراماته أنه يحيي الموتى. أسمعوا، كرامة المدعى لك المنزول يعني ساعة وضوعه من حضرنا من النسوة دي، كرامات المشهورة نسمع كرامات كثيرة سنة بعض يعني. فهو من كرام من كراماته إنه كان يعني مثلا يعني بإذن الله زي ما كان عيسى ابن مريم بيحيي الموتى، وكان بيحيي الموتى كان بيحيي. قال كما عيسى كان بيحيي الموتى، قال أبويا الشيخ كان بيحيي الموتى. وعيسى عليه السلام عنده إذن من رب العالمين، ربنا قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله إلى آخر الآية. ده بإذن الله عز وجل. ده الجلابية ده لقى الإذن من وين؟ اللي اداه الإذن منه والكباشي والمكاشي والصائم ديبة وغيرهم اللي اداه الإذن منه، ما عندهم إذن، ديل مجرد سحرة ودجاجلة وكهرة ليست لهم علاقة بالكتاب والسنة، كلهم دجاجلة وسحرة، من الإزارك ومن الخنجر ومن ذاك المهووس ذاك اسمه حامد بابكر وغيرهم، ديل مجرد مجارمة ضالين دارين يلعبوا بدين الإسلام ودارين يرجعوا الناس لدين أبي جهل وأبي لهب. فلذلك يجب الحذر، الحذر من منهج التصوف الذي يفضي بصاحبه إلى جهنم. هذا وصلى الله على محمد، وقدم متحدث المال محمد نورين.